كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد رواوة عن الأهداف المسطرة للناخب الوطني الجديد كريستيان غوركيف والتي ينص عليها عقده الذي سيوقعه الطرفان الأسبوع المقبل. وقال رواوة لدى نزوله ضيفا على منتدى المنظمة الوطنية لصحفيين الرياضيين السبت بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية الأولمبي: الهدف الأول الذي ننتظر من غوركيف تحقيقه أولا وقبل كل شيء هو تأهيل المنتخب الوطني إلى نهائية كأس أمم إفريقيا المقبل بالمغرب، ثم الوصول به إلى دور نصف النهائي كأقل إنجاز، وهي نفس الأهداف بالنسبة لدورات المقبلة من كأس أمم إفريقيا. أما بالنسبة لكأس العالم فيبقى الهدف الأسمى هو التأهل إلى نهائيات دورة روسيا 2018، ومن ثم هدف الوصول إلى دور ثاني على الأقل، على غرار ما تم تحقيقه في مونديال البرازيل.